حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلامين عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ لي خمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده وقال بخ بخ لي خمس من لقي الله عز وجل مستيقنا بهن دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الآخر والجنة والنار وبالبعث بعد الموت والحساب